أهلا بحضراتكم. لو أنت في أمريكا أو إيطاليا أو بلجيكا وشفت طبق فاكهة أو سبت غسيل أو شنط إيد للسيدات مصنوعة من الخوص، لازم تبقى متأكد إنها مصنوعة في الفيوم، حتى لو مش مكتوب عليها اتصنعت فين. ما تستغربش، فعلا في عندنا قرية في الفيوم هي اللي بتصدر كل الحاجات الحلوة دي لأمريكا وأوروبا والدول العربية كمان. واسمع مني النهاردة حكاية قرية الأعلام في الفيوم، القرية اللي محققة زيرو بطالة، والناس هناك مسمينها اليابان الصغرى. سيدات القرية عددهم 1200 سيدة، مقسمين يومهم بطريقة عبقرية، بيشتغلوا بجد من الفجرية، بيرعوا المواشي والدواجن اللي مربينهم وبيساعدوا في الزراعة، وعلى الساعة 9 يبدأ شغل صناعة الخوص واللي بيستمر لحد أذان العصر. بعدها بيتفرغوا لشؤون البيت وتجهيز الطعام للأزواج والأولاد اللي بيرجعوا آخر اليوم من الدراسة أو الزراعة أو تسويق المنتجات. أيوة، كل واحد هنا كبير أو صغير هو شخص منتج، بيشتغل وبيكسب وليه دور كمان، واللي ما بيشتغلش في الزراعة بياخد المنتجات ويعرضها في بازارات بميدان السوائي في الفيوم وفي معارض بمختلف محافظات مصر. حكاية منتجات الخوص بدأت في قرية الأعلام من 150 سنة، وقتها ناس من الأقصر زاروا القرية وقضوا وقت طويل مع قرايبهم وعلموهم يعملوا منتجات من جريد النخل، ومن وقتها الأسر في قرية الأعلام بتتوارث المهنة أباً عن جد وبيطوروا فيها كمان. طيب السؤال هنا بقى، إزاي بتتعمل الحاجات الحلوة اللي الأجانب بيتعاملوا معاها على إنها قطعة فنية؟ هقول لحضراتكم، الحكاية بتبدأ من الصيف. في ناس بتشتري كميات كبيرة من زحف النخيل وقش الرز ويعرضوه للشمس فترة طويلة ولحد ما لونه الأخضر يبقى أبيض ويتقشر الزحف. وقتها ممكن يستخدموه في صناعات كتير بتوصل لحد السراير والمكاتب والكراسي كمان. أهالي القرية اللي ما يقدروش يشتروا كميات كبيرة ويخزنوها بيشتروا طول السنة كيلو بكيلو حسب احتياجاتهم والطلبيات اللي بيتعاقدوا عليها. ولو لفيت في شوارع القرية هتلاقي كل بيت مخصص مساحات مترين أو ثلاثة بالكتير، ودي بقى بيكون الورشة بتاعته اللي بيشتغل ويبدع فيها. طيب في سؤال تاني بقى، يعني الحياة وردية وكله تمام في قرية الأعلام؟ مين قال كده؟ زي أي صناعة، السيدات والأهالي اللي بيعملوا الشغل الجميل ده بيتعرضوا لأزمات كتير، وبيبقى فيه مشاكل من نوعية التمويل لو الطلبيات كبيرة أو الفينش النهائي للمنتج مش ولا بد. وهنا بقى بيجي دور الدولة. وزارة التضامن عملت خطة لإحياء المهنة التراثية والمنتجات الحرفية اليدوية اللي زي صناعة الخوص، وخصصت قروض ميسرة للأسر، وبدأت تشجع على تعليم الفتيات الصغيرات للمهنة وتوفر لهم في الوقت نفسه أسواق لبيع المنتجات دي. علمت الشباب إزاي يحفظوا منتجاتهم، وعملوا كمان مراكز تدريب ودمجوا الشباب الجامعي في الحكاية وخلوهم يتولوا التسويق. عملوا دورات تدريبية على التسويق الإلكتروني والتصوير والعرض والتصميمات المبتكرة وكمان التغليف والعرض بشكل جذاب. التضامن كمان قدمت تابلت هدية للشباب والسيدات اللي أخدوا الدورة دي وعملوا لهم منصة إلكترونية مهمة جدا اسمها أيادي مصر علشان يعرضوا فيها كل الشغل. واسمع مني، قرية الأعلام في الفيوم نموذج مهم يستحق مننا إننا نشجعه ونقف مع الأهالي اللي بيعملوا لنا المنتجات دي في منتهى الجمال والجودة وبأسعار بسيطة جدا. خلصت حكايتنا النهاردة، بشكر حضراتكم واسمع مني داليا الخطيب. هيبقى في أفراح كتيرة في كل حتة في عمار، شعب شغل للنهار، يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيل.